في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، على إثر معلومات واردة إلى مصالحنا تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات الصلبة كوكايين، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تفتيش وتمديد الاختصاص. تم حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة كوكايين يقدر وزنها ب 8.3 كيلوغرام ومبلغ مالي يقدر ب 40,000 دينار جزائري، وكذا توقيف شخصين بالإضافة إلى سيارة نفعية مستعملة في النقل. على إثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول والشراء قصد البيع والنقل عن طريق العبور مخدرات صلبة كوكايين. جناية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة سيتم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.